السلام عليكم طلاب، اليوم خلني أراجع لك المادة وأقول لك طبيعة الأسئلة في الامتحان النهائي شلون راح تصير. خلي بالك شوية وياي زين حتى تعرف أنه طريقة الامتحان النهائي. طبعاً أغلب الأسئلة بداية راح تكون هي true false، يعني صح وخطأ. ثانياً multi choice، يعني خيارات. هذه هي الأسئلة مالتكم، 90% راح تكون true false and multi choice، يعني اختيارات، يعني أبد لا تدرخ ولا تحفظ. شنو اللي أريده من عندك حتى أفهمك شلون تدرس؟ أولاً نقطة رقم واحد، تعرف كل مكان كل شغلة أخذناها. يعني شلون؟ يعني فرضاً من يجيك سؤال على سبيل المثال كاش ميموري، أنت لازم تطلع على المادة تعرف وين مكانه. ليش؟ لأن احتمال راح تكون عندك الوقت، فأنت ضروري تعرف مكان كل قضية دراستها. يعني إذا طبعاً إذا هاي أنت شنو مدارس المادة، يعني وتريد تراجع أثناء الامتحان تباوع، تريد تتأكد من سؤال وين صاير. فإذا بداية تعرف مكان كل نقطة وين صايرة، هذه جداً ضرورية. يعني من أحكي على الكاش ميمورو سؤال يجيك تعرف وين الكاش، من أحكي على الكمبيوتر أورجنايزيشن أركيتكتشر تعرف وين صايرة، من أحكي فرضاً عن البرفورمانس تعرف وين صايرة. فهذه أنه تعرف مكان كل نقطة، هذه هنت رقم واحد، يعني هذا اللي أريد تفهمه. اثنين، حفظ لا تحفظ، فهم افهم نعم، ترو فولس، شنو صح وخطأ. يعني شنو؟ أنت بس أعرف على سبيل المثال، على سبيل المثال هذه تجي أنت تطلع على هذه المادة، فرضاً تعرف على التركيب الكمبيوتر اركيتكتشر، فرضا اللي هي هذه مكونات الكمبيوتر اركيتكتشر، احتمال تجيك على سبيل المثال صح او خطا. فرضا يقول انه كمثال سي بي يو هي جزء من كمبيوتر اركيتكتشر، صح لو خطا. او فرضا انطيك مجموعه من الاختيارات، اقول لك فرضا انستراكشنز، فرضا سي بي يو، فرضا اقول لك فرضا داتا باس، فرضا اقول لك ادريس باس، واقول لك منو هو جزء من الكمبيوتر اركيتكتشر، فانت تختار الاختيار الصحيح. طبعا هذه الاسئله سهله لحد الان، سهله، انا ما ابحث عن هذا. طبعا احنا هذه الماده اخذناها وامتحنا بيها، وهذه كل السهله ما بيها كل اشكال. يعني على سبيل المثال اقول واحد من مكونات السي بي يونت هي الريجستر والاريثمتيك لوجيك كنترول يونت، تعرفهم، واخلي لك بعد واحد وياهم واقول لك صح لو خطا. يعني شنو؟ يعني دير بالك الأسئلة سهلة بس شنو كريتيكال، سهلة بس كريتيكال، يعني تنتبه زين، فخلي بالك شوية يمهم. على سبيل المثال هذا أيضا إذا تذكرون جبناه بالامتحان، فأيضا على سبيل المثال إذا أقول لك CPU divided into data section، أنا أخليك واحد ثاني ويا هذا control section وأقول لك صح لو خطأ. هيك عن طبيعة الأسئلة، أو أجيب لك إياها multi choice اختيارات. فرضا تجي الداتا ريجستر، اذا هذه اذا الداتا ريجستر فرضا نجي الى انها تتكون من الاي اكس بي اكس اكس دي اكس، ايضا هذه تجي كم اختيارات او صح وخطا. وحسب فرضا اقول لك الاي اكس هو، وانطيك هذا اقول لك كان هولد ذا ادريس اوف بروسيجر اور فاريبل، هو المفروض هذا التعريف مالته، يعني على سبيل المثال يعني انطيك تعريف مال هذا او التعريف بالعكس مال هذا، يعني حسب هذه طبيعة الأسئلة. المهم أنه تركز تعرف بالضبط وين الصح وين الخطأ، يعني تراجع المادة وتعرف قلت لك شنو أهمية وظيفة كل واحد. كذلك فرضا سيجمنت ريجستر، على سبيل المثال أقول لك السيجمنت ريجستر يتكون من CS DS SS and وأخلي لك وياهم من هو CX، وأخلي لك وياهم CX، صح لو خطأ، وأنت تقول لي صح لو خطأ. يعني فهذه هي الأسئلة، راح تكون سهلة بس شنو يراد شوية مية تركيز، يعني سهلة وتركيز يحتاج لك. فهذا فيما يخص طبعا شنو، هذا فيما يخص المادة اللي أخذناها. طبعا هذه أيضا العملية إذا تذكروها، هذه كانت سؤال يجيكم، إذا جبت لكم سؤال، إذا جبت لكم هذا أيضا شنو، إذا جبت لك إياه multi choice وشنو أنطيك وأقول لك، وفرضا أقول لك أنا before execution منطق إياها وأقول لك after execution إيش قد قيمة على سبيل المثال الميموري address register، فأنطيك على سبيل المثال memory address register
memory address register before execution and memory data register ايضا before execution. واقول لك after execution ايش قد صارت على سبيل المثال memory data register. طبعا اعطيك هذا الشكل اقول لك ايش قد صارت وانطيك مجموعة من القيم 1 2 3 4 وانطيك 7 اي 8 بي 6 سي وهكذا واقول لك اختار الاختيار الصحيح. فمو بالضرورة هذا الشكل يعني غير شكلها. فهذه هي طبيعة الأسئلة يعني شنو تحتاج لربما تحل وتختار الاختيار الصحيح. فهذه هي شنو الأسئلة مالتنا يعني راح تكون على سبيل المثال هذه فيما يخص read write operation. إذن الحد هنا هذه فيما يخص الجزء اللي احنا أخذناه. طبعا هذه يعني ما راح لا أجيب لك لا فدرس ولا هذه لأن هي شنو الأسئلة كلها صح وخطأ واختيارات. هذه طبعا البرفورمانس إذا تذكرون المسائل شنو أيضا شنو أنطيك على سبيل المثال تجيك مسألة يعني شنو خلينا نفرض أنه تجيك مسألة اللي هي واحد من هذه المسائل اللي إحنا ماخذيها على سبيل المثال. خلينا نفرض تجي هذه المسألة وشنو أقول لك؟ أقول أحسب السي بي آي أي وأنطيك أيضا مجموعة من الاختيارات 1 2 3 4 وأقول لك على سبيل المثال الناتج 3.6 7.8 9 وهكذا. فأنت تختار الاختيار الصحيح لربما الاختيار موجود أو ما موجود حسب طبيعة السؤال. فهذه يعني المادة أنه شنو تحتاج أنه تقرأها يعني وتحل ترجع للأمثلة وأتبعوا عليها وتحل ما عندك مشكلة بس شنو تختار الاختيار الصحيح. في هذه المادة طبعا مالتنا اللي أخذناها وامتحنا بها جدا واضحة ما بها كل إشكال نفس طبيعة الأسئلة السابقة بس ما راح يجيك لا أقول لك اشرح ولا أقول لك حلني مثال إنه مجرد تختار الاختيار الصحيح حسب ما موجود. هذا فيما يخص الجزء. طبعا هسه الجزء الثاني إن المادة اللي هو الـ Instruction Set Architecture اللي هو هذا الجزء الثاني اللي احنا ما امتحنا به. هذا مو مهم بقدر ما يكون عندي ربما يعني عادي انت تطلع عليه بس شوف يعني لا. الأهم من هذا اللي راح يكون عندي بالمادة هو طبعا عفوا هذا خدناه احنا Instruction Types وامتحنا به ايضا. على سبيل المثال انطيك مسألة على سبيل المثال مثل هذه المسألة او فرضا اقول X تساوي لنا 3 R تربيع تقسيم 6 C على سبيل المثال وأقول لك هذه المسألة طريقة حلها باستخدام 2 address instructions أنطيك هذه أقول لك هذا الحل مالتها صح لو خطأ أو أنطيك مجموعة من الحلول وأقول لك اختار الحل الصح. يعني أنطيك هذه المسألة يعني أنطيك على سبيل المثال هذه المسألة مو بالضرورة هذه يعني أقول X تساوي C تربيع R تربيع تقسيم 100 على سبيل المثال وأنطيك مجموعة من الحلول. الحل الأول اللي هو مثل هذا أعطيك الحل الثاني اللي هو مثل أي حل وأنطيك الحل الثالث وأنطيك الحل الرابع وأقول لك اختار للحل الصح. فأنت شو تسوي تروح تحل وتختار الحل الصح. So you have to be careful يعني هذه المسألة it's very critical يعني جوابك راح يكون لو تاخذ عليه درجة اللي راح تصفر عليه يعني راح الأسئلة كلها تكون multi choice and true and false. بس هي راح تكون الأسئلة سهلة وواضحة. أو على سبيل المثال أنطيك أيضا مسألة سواء كان one address instruction أو zero address instruction حسب السؤال وأيضا هو أم يجي. أقول لك فرضا طريقة ال one address instruction ينحل بهذا الشيء أو zero address instruction ينحل هيك عندنا. فهل هذا الصح لو خطأ يعني نعطيك هذه المسألة على سبيل المثال وأقول لك باستخدام zero address instruction هذه الإعازات حتى تحل هذه المسألة صح لو خطأ مو شرط أعطيك إياها حتى وأنا أخلي لك بيها خطأ وهو أنت تكتب صح. فهذا حسب يعني. فإذا هذه عندنا جدا مهم أيضا. زين instruction length مو مهم هذا بقدر ما راح يكون عندي الميموري هذا اللي هو راح يكون عندي هذا الميموري. خلي ناخذ وين الجزء المهم هذا يعني
مو مهم يعني، مو مهم هذا تقريبا، مو مهم instruction cycle طلع عليه. ايه نعم طلع عليه يعني، بس هو مو مهم. والمفروض انا بعد اخذ اكثر تفاصيل، بس يعني الوقت بعد ما صار عندنا وقت حتى ناخذ تفاصيل اكثر. فراح شنو يكون عندي؟ راح يكون اركز على الامور المهمه اللي هي صراحة اعطيك اياها. زين لازم اعطيك الامور المهمه يعني، هذا احنا اللي ماخذينها كلها تطلع عليها الماده اللي ماخذيها، بس اريدك تركز اكثر على شنو الامور الاكثر اهميه. طبعا اكيد ما جاي اقول لك اترك الماده هذه اللي اخذناها، هذه تطلع عليها الماده، بس شنو يعني عندي نقاط امور اكثر تركز عليها اكيد يعني. هسه هذه ماكو مشكله تطلع على تفاصيل الانستراكشن، او هسه مثل هذه تطلع على تفاصيل احتمال example of program execution، يعني احتمال خطوه مفقوده او شلون يجي عليها سؤال. يعني مو ضروري بقدر ما قلنا نركز على الامور اللي ذكرتها بالبدايه والامور اللي راح اركز عليها هنا. الامور اللي راح اركز عليها هسه هذا مو مهم، هذا مو مهم. ايضا عندي شنو؟ عندي memory organization، عندي هذا جدا مهم اللي هو الميموري اورجنايزيشن، هذا مهم يعني مهم، اللي هو هذه المصطلحات اللي ذكرتها لكم هذه مهمه ذاكرها بالمحاضرات. شنو معنى الهيت، شنو معنى المس والهيت ريت والمس ريت وهكذا، هذه المصطلحات مهمه. وعندنا هذا التايب ميموري، هذا مو مهم ولا عليتهم، هذه ما عليتها اصلا، هذه التايب ميموري تايب هذا ما عليتها اصلا، ما لا تطلع عليها. المين ميموري راح يجينا الميموري اكسبانشن، اي نعم هذا مهم، هذا المهم الميموري اكسبانشن. وتأكد على قضية، إذا أقول لك على سبيل المثال كونستراكت 4 في 8 4 كي في 8 ميموري يزنك 1 كي في 8 وأنطيك يا أما بلوكس، أقول لك فرضا على سبيل المثال هذا التركيب، وأنطيك بعد تركيب بعد تركيب بعد تركيب وأقول لك من التركيب الصح، أو شنو؟ أو فرضا أريد من عندك فقط الكتابة النظري، يعني أقول لك إيش قد نستخدم من هذا أو في هذا، أو على سبيل المثال لا أنطيك هذا الشكل وأريدك ترجعه للأصل، يعني هذا إيش قد الشكل يشكل لك هسه. هذا هو ميموري 4 في 8 كي، هذا الشكل 4 في 8 كي باستخدام 1 في يعني 4 في 8 1 2 3 4 في حجم الواحد ايش قد 1 كي، ما راح يصير عندي 4 في 8 كي يعني حسب. المهم اريدك تطلع عليه تفهمه، اسئلته واضحه جدا يعني، راح يكون ماكو شيء غامض. مع العلم راح اكون وياكم اونلاين، اذا عندك اي سؤال ما واضح ايضا تقدر تسالني. فهذه الميموري اكسبانشن يعني تجي طريقتها بالاسئله ايضا كذلك، يا اما بلوكس يجيك او حسب انه طبيعة السؤال. فهذا تأكد لنا عليه على الميموري اكسبانشن، ماشي. الجزء المهم جدا ايضا عندي اللي هو خلناه بالمحاضرات اللي بعدها، اللي هو اتوقع لحد هنا بعد شنو لحد هنا الكاش ميموري، بدا موضوع الكاش ميموري وما اخذته من هذه، وما اخذته من هذه المحاضرات. تتذكرون الكاش ميموري يعني هذا الجزء خاص بمن؟ بالكاش ميموري من او هيجي. فالاغلب وين اخذته؟ اخذته محاضرات بديله اذا تتذكرون، يعني الفولي اسوشيتيف او نجي قبلها اللي هي هذه الدايركت، تتذكرونها سمبل كاش ديزاين، اخذناها بالمحاضرات السابقه. هذا جدا مهم، جدا مهم. يعني انطيك اقول لك بلوك رقم 8 في كاش ميموري حجمها على سبيل المثال حسب 8 سلوت او حسب هذه، فتراجع المحاضره اقول لك وين يروح الاي سلوت، راح يروح هذا البلوك رقم 8، فتقول لي راح يروح هنا. انا طبعا انطيك خيارات وقلت لك هذه الاسئله كلها هي لو خيارات،
لو صح وخطأ، فأقول لك احتمال هذا بلوك رقم 8 راح يروح للسلوت رقم 1 صح لو خطأ إن شاء الله، أو أنت فرض بعد حسب اللي السؤال. بس هذا جدا مهم، دايركت ميموري و السيت ميمو سيت اسوشيتد ميموري وفولي اسوشيتد ميموري، هذول الثلاثه اخذناهم. تتذكرون كيف اضافه تاجز، طريقه القراءه، هذه جدا مهمه. يعني اقول لك شلون انا اتعرف على سبيل المثال انه البلوك من جاي اقرا، هذا البلوك من جاي اقرا هو موجود لو ما موجود، يعني شلون اعرف انه هذا البلوك موجود لو ما موجود بالذاكرة. فهذه يعني تراجعون هذه المحاضرة زين مالتنا اللي دزيتها لكم، هذه بقت المحاضرة جدا مهمة، فيعني كلها داخل هذه المحاضرة جدا مهمة تتعرفين. فعندنا ثلاثة، عندنا الدايركت، وعندنا سيت اسوشيتد، وعندنا فولي اسوشيتد، ماشي؟ فهذه عندنا ايضا fully associated، وعندنا set associativity فرضا على سبيل المثال 2 way 4 way، هذه اللي اخذناهم تذكروهم 1 way 2 way 4 way. فتأكدون طريقة البلوك شلون يجيب هذه، طريقة الاستبدال شلون يتم، وطريقة البلوك بالضبط شلون يروح للمكان المحدد الى بالكاش. هذا جدا 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 مهم. من هو موضوع الكاش؟ أعيد وأكرر، موضوع الكاش ميموري، موضوع الكاش ميموري بثلاث أجزاء، بثلاث أجزاء مهم تطلع عليها. يعني أول إحنا لا ممتحنين به، خصوصا هو هذا الجزء مهم من معمارية الحاسب. طبعا هذا الموضوع بعد يضمن هواية تفاصيل، بس إحنا شنو بعد مثل ما قلنا بسبب التعليم الإلكتروني والوقت زاحمنا، فأخذنا هذا اللي موجود فيه. فهذا هو ملخص المادة، يعني تأكدنا على نهاية المادة اللي هي كاش ميموري، تأكدنا على الميموري إكسبانشن، وتأكدنا على المادة اللي أخذناها بالبداية والبرفورمانس، وأسئلتنا راح تكون صح وخطأ ومالتي تشويس. عندك سؤال، عندك استفسار، دزلي بالامتحان موجود، وتقدر تتصل بي حتى بالامتحان رقمي يمك، بس أنا ما أفضل راح نكون وياك أونلاين وتتصل، يعني تكون أونلاين راح أكون وياكم إن شاء الله، يعني عن طريق الجوجل كلاس روم، أكون عن طريق الجوجل ميت، فأجيب جميع أسئلتكم. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.